انساه يعني. ذكرى مؤلمه في حياتك عاوز تنساها؟ يعني اكتر ذكرى مؤلمه بالنسبه لي في حياتي مش عارف انساها اللي هي وفاه امي الله يرحمها. كنت مرتبط بيها جدا. دي كانت احلى حاجه في حياتي يعني. كانت بتغني صوتها حلو. كان صوتها حلو قوي يعني. ورثت يعني انا يعني صوتي اصلا شبهها بس على راجل يعني. هي كان صوتها حلو يعني, وفي يعني صوتها مصري كده. الله يرحمها توفت سنه 2008 شهر 1 2008, وكان يوم عاشوره, كان يوم جمعه يعني. انا اخواتي كلهم اكبر مني, كلهم كانوا متجوزين, وانا كنت عايش, انا اللي كنت عايش مع امي. فكانت علاقتنا شبه كده بالظبط يعني. كانت صاحبتي, وكانت هي كل حاجه في حياتي يعني. كانت هي احلى حاجه في حياتي يعني. هي لما مشيت يعني ما يعني مش عارف اقول. طبعا حياتنا اكيد فيها حاجات حلوه كتير, بس حاجات حسيت ان فقدت احلى حاجه في حياتي وحاجه لا تعوض, لان هي الام الحاجه الوحيده في الحياه لا تعوض يعني. اكيد كان نفسها تشوفك وانت ناجح كده. طبعا, ودي من اكتر الحاجات اللي بتخليني لما افتكر ان هي راحت يعني ابقى يعني بحس بالم, عشان كان نفسي ان هي تشوف اللي بيحصل لي ده. نفسك تبعت لها تقول لها ايه النهارده؟ وحشتني قوي قوي يعني. وحشتني اكتر من اي حاجه في الدنيا بجد. الله يرحم. الله يرحم. انا اسف. لا ولا يهم. بس انا عارف قد ايه انت كنت بر بوالدتك, وانا عارف ان كنتوا كمان يعني كنتوا عايشين مع بعض يعني. يمكن الوالد ما كانش موجود معاكم. انا والدي منفصل من والدتي من وانا عندي سنه, وانا ليا اخوات مش شقه, اخوات من الام, لان انا يعني امي كانت متزوجه وعندي اخوات, وبعد كده يعني والدهم توفى واتجوزت ابويا بعدها بسنين, وهم اخواتي الكبار اللي انا كنت متربي معاهم, هم اللي مربيني يعني. بس طبعا هم عشان اكبر مني في السن يعني, اقرب حد في السن ليا 10 سنين او 12 سنه فرق بيني وبينه, فكلهم كانوا اتجوزوا وانا اللي كنت يعني ايه, انا اللي قاعد معاها يعني. فهي كانت يعني انا كنت عايش عشان اخليها مبسوطه يعني. كان هدفي في الحياه ان هي تبقى مبسوطه وتبقى مرتاحه. واخواتي الكبار ما كانوش مقصرين معاها في اي حاجه يعني, كلهم بصراحه ربنا يديهم العمر والصحه, ما كانوش مقصرين, بس انا يعني الحرس الملاصق بتاعها. فهي كانت هي يعني نفسها كان خلى الحياه طعمها حلو قوي. حصل في حياتك موقف قلت الله يعوض؟ كتير يعني, مواقف كتير يعني. اهمهم يعني مش متذكر موقف معين دلوقتي, بس لا, في مواقف كتير يعني. حد ينصب عليك يعني, حد يطلع مش كويس, حد يكون شايف ان هو ينفع اخ وصديق جدع ويطلع مش كويس كده.